السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ وعليه أتوكل. طلبة الصف الثامن ألف وباء، مادة اللغة العربية، الوحدة الثالثة من كتاب القواعد، الموضوع تكملة قاعدة الأعداد المركبة. في البداية أعزائي الطلبة، نذكر أننا أخذنا سابقا أن أقسام العدد هي المفرد والمركب وألفاظ العقود والعدد المعطوف، وذكرنا أن المعدود من 11 ل 99 دائما يعرب تمييز منصوب. تمييز منصوب أيضا لا ننسى أعزائي الطلبة أن العدد المركب سمي بذلك لأنه يتكون من جزئين، الجزء الأول هو الرقم الأول والجزء الثاني هو الرقم الثاني. سوف نتعرف اليوم على قاعدة الرقمين 11 و12. في البداية العدد 11 و12 بجزئيهما يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث. أعيد، العددين 11 و12 يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث. أمامنا هذا المثال، قرأت 11 كتابا. في البداية يجب أن نحدد المعدود في الجملة. ما هو المعدود في هذا المثال؟ نعم، إنه كتابا. ثم نحدد هل هو مذكر أم مؤنث؟ ما هي الطريقة التي نميز بها المذكر من المؤنث؟ إننا نضع اسم الإشارة هذا أو هذه، فنقول هذا كتاب أم هذه كتاب؟ نعم، هذا كتاب. فنعلم سابقا أن اسم الإشارة هذا للمفرد المذكر واسم الإشارة هذه للمفرد المؤنث، إذن كتابا مذكر. ثم يكون الرقم المركب مطابق دائما للمعدود، فإذا كان المعدود مذكرا كان العدد المركب أيضا مذكرا بجزئي، الجزء الأول والجزء الثاني، وإذا كان مؤنثا كان العدد المركب أيضا مؤنثا. إذن كتابا مذكر والعدد المركب بجزئي، الجزء الأول والجزء الثاني مذكرا. قرأت 11 قصة. قصة، نلاحظ في هذا المثال أن المعدود مؤنث. لماذا؟ لأننا وضعنا اسم الإشارة هذه، هذه قصة وليس هذا قصة. إذن يطابق العدد المركب المعدود، فنقول 11 قصة. إذن مؤنث مؤنث مؤنث. وجدت 11 دينارا، المعدود هنا مذكر، فنقول هذا دينار وليس هذه دينار. إذن يطابق العدد يطابق العدد المركب المعدود، فنقول العدد المركب بجزئيه مذكر والمعدود مذكر. لا تنسى نقل هذه الأمثلة على دفتر القواعد. نكمل أعزائي الطلبة. نجح في الامتحان 12 طالبة. في البداية أعزائي الطلبة، رقم 12 له اختلاف بسيط بأنه ملحق بالمثنى. أعيد، بأنه ملحق بالمثنى، فهو يختلف قليلا في الإعراب عن باقي الأعداد المركبة، وأيضا يختلف في الكتابة.
لكنه يتبع قاعدة الرقم 11، فإذا كان المعدود مذكر كان العدد المركب مذكر، وإذا كان المعدود مؤنث كان العدد المركب مؤنثا. طالبة، هذه طالبة، إذن مؤنث. عشرة مؤنث. اثنتا، نلاحظ هنا التاء، إذن ماذا؟ مؤنث. سوف نتحدث لاحقا عن الألف، فهي تؤثر من حيث الناحية الإعرابية فقط. إذن مؤنث مؤنث مؤنث. نكمل. نجح في الامتحان 12 طالبا. نلاحظ أعزائي الطلبة أن المعدود مذكر، إذن ما هو العدد المركب؟ مذكرا، طالبا مذكر، واثنا عشر مذكرا، إذن مذكر مذكر مذكر. ساعدت الجمعية 12 أسرة. أسرة، هذه أسرة أم هذا أسرة؟ هذه أسرة، نعم، إنه مؤنث، إذن العدد المركب يطابقه 12. عشرة هنا التاء، واثنتين هنا التاء. هنا نلاحظ اختلاف في المثال الأول والمثال الثالث. في المثال الأول نلاحظ وجود الألف، اثنتا الألف، والمثال الثالث الياء. هذا الاختلاف سوف نتعرف عليه في الإعراب. إذن مؤنث مؤنث مؤنث. ساعدت الجمعية 12 محتاجا. محتاجا هنا مذكر، هذا محتاج. 12، هنا نلاحظ أن العدد المركب بجزئي، الجزء الأول 12، الجزء الثاني نلاحظ أنه أيضا مذكر، مذكر مذكر مذكر. أيضا نلاحظ في المثال الأخير والمثال الذي قبله من حيث المذكر، نجح في الامتحان 12 طالبا. هنا نلاحظ وجود ماذا؟ الألف، وهنا نلاحظ وجود الياء. هذا ما سوف نتحدث عنه في الإعراب فقط، هو اختلاف في الإعراب، لكن من حيث القاعدة فإنه يطابق العدد 12 المعدود بجزئي، الجزء الأول والجزء الثاني، بالتذكير والتأنيث. يجب نقل الأمثلة على دفتر القواعد. القاعدة الأولى، العددين المركبين 11 و12 بجزئيهما يطابقان المعدود تذكيرا وتأنيثا.